وحول موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعديل نظام الكفالة الذي تطرق إليه سبريل في كلمته، معنا على الهاتف السيد أسامة بن عبد الله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل. مساء الخير سيد أسامة، بداية كيف ترى هذه الإشادة التي وردت على لسان السفير سبريل؟ الإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين في السنوات القليلة الماضية أخذت صدى ممتاز لدى مختلف الجهات الدولية، وفي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص خرجت مملكة البحرين من فئة المراقبة، كنا تحت المراقبة، وإلى الشريحة الثانية، وهذا تم في خلال 3 سنوات فقط بفضل جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ممثلة بمختلف الوزارات والجهات التي موجودة فيها، وأخص بالذكر النيابة العامة ووزارة الداخلية وطبعا هيئة تنظيم سوق العمل والباقي. الخطوات الإصلاحية والتنظيمية التي اتخذتها مملكة البحرين خلال السنوات القليلة الماضية طورت من بيئة العمل وطورت من آليات مكافحة هذه الجريمة ورفع مستويات العمل والمعيشة في البحرين إلى مستويات أصبحت تستحق الإشادة. نعم. فتواتر هذه الإشادات، الأسبوع الماضي صنفت البحرين ك الرقم 1 المرتبة الأولى في الجهات التي يرغب الوافدون بالعمل بها على مستوى العالم، وهذا الأسبوع في شهادته مرشح يكون السفير الأمريكي في البحرين أشاد بجهودنا في تعاملنا مع الاتجار بالأشخاص ومع تحسين وتطوير نظام الكفالة. هذه الجهود هي نتيجة سياسة حكومية واضحة وضعت وطبقت والآن بدأت تأتي بثمارها بفضل التوجيهات القيادة الرشيدة وجهود مختلف الأجهزة الرسمية والشعبية التي لها علاقة بتطبيق هذه السياسات. نعم السيد أسامة بن عبد الله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، شكرا لك.